درجة العرة هاد السنة الدولة عطيه الحق 5% من المواطنين باش يضحيوا من أجل المصلحة العامة. إلا كتحسوا براسكم مهمشين ولا كتمثلوا عيب على المجتمع ولا تتعرفوا شي واحد اللي ممكن يفيد البلاد ديالو، تجاو لي بالنصيحة. حنا فرحانين بزاف اليوم، عيطوا علينا دار السكن وقالوا لنا بلي واحد السيد ضحى براسو وغادي ناخذوا داره، ودابا نقدروا نولدوا الوليدات اللي حتى هما غادي يفيدوا المجتمع. ما تنساوش شخص واحد اقل كيساوي مساحه عيش اكبر للاخر. دار تضحيه فتح الابواب ديالها 24 ساعه على 24. مرحبا بكم.